يقول قبل 20 سنة أخذت مبلغ من المال من أحد التجار وأرجعت له المال وتبقى 6000 ريال ولا أعلم أعطيها أحد أبنائه أو أودعها إلى أحد شركاته أو أقوم بعمل خيري لوجه الله لأن صاحب المال قد توفي. المبلغ الباقي عندك لورثته، الواجب أن ترده على ورثته، تسأل عن الوكيل على تركة المتوفى وتدفع له هذا المال، تقول هذا لفلان. نعم.